السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا طلاب الصف العاشر في درس جديد من دروس الرياضيات. وقد تعلمنا في الدرسين السابقين تبسيط المقادير الأسسية، أي كتابة جميع المقادير بأبسط صورة. وبدأنا بحل الأمثلة، نستكمل الآن المثال التالي: الجذر التكعيبي لـ64 ضرب x قوة 12 ضرب y قوة 3. وكما تعلمنا الخطوة الأولى نوزع الجذر على ما داخل الضرب، أي الجذر التكعيبي للـ64 ضرب x قوة 12 الجذر 3 ضرب الجذر الثالث للـ y قوة 3. الآن نحاول إيجاد القيم عن طريق التبسيط. كما نعلم أن الجذر الثالث للـ64، الجذر التكعيبي للـ64 هي العدد 4 ضرب الجذر التكعيبي لإكس قوة 12، بحولها مباشرة بسط ومقام، إكس للقوة 12 على 3. هنا الجذر التكعيبي مع التكعيب، الجذر التكعيبي بيلغي التكعيب ضرب واي، أي ينتج 4 ضرب 12 تقسيم 3 4، إذا إكس قوة 4 ضرب واي، أي 4 واي إكس قوة 4. هكذا نكون قد حصلنا على هذا المقدار بأبسط صورة ممكنة. أتمنى منكم إيقاف الفيديو وفتح صفحة 27 أتحقق من فهمي وحل A B و C، ومن ثم معاودة مشاهدة الفيديو للتأكد من حلولكم وصحتها. نعود مجددا إلى أتحقق من فهمي صفحة 27. A عندي 9x هو سالب 3 على 4y مقسومة على 3x هو 7 على 2 مضروبة في y سالب 5 على 3. وكما قلنا في هذه الحالة نجزئ الكسور، بما أنها جميع ما بينها عملية ضرب يمكنني تجزيء الكسور. أجزئ الأعداد 3 هنا 9 على 3 ضرب الإكسات إكس سالب 3 على 4 على إكس 7 على 2 والواي واي على واي سالب 5 للقوة واي للقوة سالب 5 على 3. الآن الخطوة الثانية نقوم بالتبسيط واستخدام القواعد التي تعلمناها. هنا 9 تقسيم 3 يساوي 3 ضرب، كما قلنا في الأسس في حالة الأساس المتشابه في حالة القسمة تطرح، أي أن x هي سالب 3 على 4 ناقص 7 على 2، واي ايضا في حالة الضرب تطرح القسمة عفوا تصبح واي واي على هنا 1 ناقص ناقص 5 على 3، هنا للقوة 1. الآن نبسط أكثر، 3 ضرب سالب 3 ناقص 7، هنا يجب توحيد المقامات، سالب 3 على 4 ناقص 7 على 2، أقوم بتوحيد المقامات
ضرب 2 ضرب 2 سالب 3 ناقص 14 على 4، وكما قلنا سالب زائد سالب 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 17 على 4. إذا ناتج x هنا ضرب، ناتج h سالب 17 على 4. الآن y واحد ناقص 5 على 3. إذا أيضا يجب توحيد المقامات، واحد ناقص 5 على 3، هنا واحد تصبح 3 على 3، هنا إشارة جمع أي تصبح 8 على 3. إذا y 8 على 3. الآن نبسط أكثر. 3 تعلمنا أنه في حالة الأس السالب مرفوض نهائي، عندي القوة سالبة، نحول السالب إلى موجب، نقلب الأساس أي تصبح 1 على x 17 على 4 ضرب y 8 على 3. الخطوة التالية نعيد الأسس إلى جذور، 3 ضرب 1 على جذر الإكس، الجذر الرابع للإكس هو 17، كما تعلمنا المقام نضعه للجذر والبسط نضعه للأس، ضرب أيضا هنا نحولها واي جذر المقام الجذر الثالث للقوة 8. هكذا نكون قد حصلنا على هذا المقدار الأسي بأبسط صورة ممكنة. ننتقل الآن إلى فرع ب. 125 واي هو ناقص 9 على 2 ضرب 10 إكس ضرب واي 10 على 3، 5x قوة 2 على 5 مضروبة في y، مضروبة في y قوة سالب 3 على 7. هنا نكون نجمع الأعداد ونفصل الأعداد والx وال. كما تلاحظون هنا عندي 125 ضرب 10، هنا 10 على 5، هنا العدد الأول y، هنا y أو نبدأ بـ x، عندي x بالبسط x وحيدة، وعندي x هو 5 على 2، y عندي هون y هو سالب 9 على 2 ضرب y هو 10 على 3 على y هو 5 على 2 ضرب y سالب 3 على 7. الآن نقوم بالتبسيط، 125 ضرب 10 تقسيم 5، 125 على 10، 125 عفوا ضرب 10 تقسيم 5 يعني تصبح 1250 تقسيم العدد 5. هنا في حالة القسمة تطرح الأسس أي أن x 1 ناقص 5 على 2، هنا تحتاج إلى بعض الشغل، هنا يعني نجمع ما في المقام ونجمع ما في البسط ومن ثم نطرحهم، أي هنا عندي y ضرب y تجمع الأسس، سالب 2 سالب 9 على 2 زائد 10 على 3، يجب توحيد المقامات ضرب 3 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 2، سالب 9 ضرب 3 سالب 27 زائد
20 على 6. إذا سالب 7 الناتج على 6، ناتج توحيد المقامات سالب 7 على 6. إذا y بالبسط سالب 7 على 6. الآن نبحث عن قيمة y في المقام أيضا عن طريق توحيد المقامات، اللي هو 5 على 2 ناقص زائد ناقص 3 على 7. أيضا نحتاج إلى توحيد مقامات، ضرب 7 ضرب 7 ضرب 2 ضرب 2، نحصل على 35 على 14 ناقص 6 على 14، ونحصل على 29 على 14. إذا قيمة y بالمقام الأس y 29 على 14. الآن بعد توحيد المقامات هنا يجب طرح المقامات، يجب طرح المقامات. إذا أترك لكم هنا واجب إكمال التبسيط، لأنه هنا لا يحتاج سوى عمليات حسابية، توحيد مقامات وقسمة، إذا لا نحتاج لقوانين وتطبيقها، فقط عمليات حسابية تحتاج لقليل من الوقت، أتركها لكم. واجب إكمال التبسيط ومناقشته عبر البث المباشر، يعني بحصة الزوم بطلب منكم إن شاء الله تكملة هذا الفعل. ما بدي شيء، بس إنه بدي أنا أبسط الأعداد، أبسط أجري عمليات حسابية. الآن ننتقل أيضا إلى الفرع C، الجذر الرابع لـ 16 ضرب x قوة 18 y قوة 22. كما تعلمنا نوزع الجذر، الجذر الرابع للعدد 16 ضرب الجذر الرابع للx قوة 18 ضرب الجذر الرابع للy 22. الجذر الرابع هنا ل 16 مباشرة تساوي 2، إكس تساوي 18 على 4 ضرب واي 4 22 على 4. هنا نقوم بالتبسيط، تقسيم 2 تقسيم 2، 2 ضرب 9 على 2 إكس ضرب 22 على 4 واي، ومن ثم نعودها عن طريق الجذر، 2 ضرب الجذر الثاني للإكس قوة 9 في واي الجذر الرابع لواي قوة 22. هكذا نكون قد حصلنا على أبسط صورة للمقدار الأسي التالي. بتمنى من جميع مشاهدة الفيديو وتتبع الخطوات، ويعطيكم ألف عافية.